الصين القوة الأساسية التي تعتمد عليها هي قوة الاقتصاد وقوة الصناعة، فإذا ذهبت إلى أي مخاطرة عسكرية يعني ستصبح يعني ستفقد هذه الميزة. يعني على سبيل المثال الصين، الولايات المتحدة الأمريكية مديونة بعشرات المليارات من الدولارات من السندات وأذون الخزانة الأمريكية التي تم شرائها من الصين. إذا الصين حاربت الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر عشرات المليارات من الدولارات من أذون الخزانة الأمريكية، لأنها ستصبح الصين في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن الإدارة الصينية مدركة هذا يعني هذه الأمور، ومدركة أن سيكون هناك خسارة فادحة جدا على المجال الاقتصادي، وهو بالنسبة لهم شيء أساسي وشيء مهم جدا. لذلك الحقيقة كانوا مستائين جدا من إدارة الرئيس ترامب، لأنه عمل العديد من العقوبات الاقتصادية المؤثرة على الصين، ويعني لم يدعموا اعاده انتخاب الرئيس ترامب مره اخرى، وكانوا بيقولوا بشكل علني ان هم يتمنوا ان بايدن يجي في الانتخابات بسبب يعني سياسه الصين. ربما تكون الاداره الديمقراطيه اقل تشددا في تعاملها مع الصين من الاداره الجمهوريه. يعني